طبعا دي الشقة بتاعتهم، أول ما بينزلوا من أمريكا بييجوا يقعدوا هنا أسبوعين ثلاثة أربعة زي ما بيقعدوا. دي الشقة بتاعتهم، وكل واحد هنا ليه غرفة بينام فيها من الأولاد. وده عمي عم سعيد، أبو أبو رامي وأبو سامي وأبو جاسم، سعيد ملك. وهنا طبعا المكان اللي هم دايما بيقعدوا فيه. دي اوضه من ضمن الاوض اللي كان بيقعد فيها الاستاذ رامي. هنا دي كده.